صباحك مسك، صباحك عنبر وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرض بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سنيت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر. ويا صباح الخير والورد والفل والياسمين لكل مين عم يتابعنا، يسعد صباحكم متابعي ومشاهدي مسك من وين ما كنتوا عم تتابعونا وتحضرونا حلقة جديدة ومشوار جديد من صباحك مسك، عم يطلع عليكم من قلب مدينة الجمال اسطنبول، وخاصة نحن اليوم بشهر نيسان، هذا الشهر يلي لازم تكون بلشت فيه علامات الربيع، لكن اليوم عم بيشهد مدينة اسطنبول أمطار غزيرة، الله يجعلها رحمة وخير وبركة على الجميع. صباحنا سعيد بوجودكم معنا أكيد متابعينا. رح نبلش اليوم مشوارنا بالعديد من الفقرات والمواضيع المنوعة والضيوف المهمين للغاية بالفعل اليوم بمشوارنا الصباحي، لكن قبل ما نبدأ بفقراتنا ونبلش الحديث عن مواضيعنا وأخبارنا المنوعة لليوم، في عندي خبرين، واحد منهم حلو وواحد منهم شوي بزعل. يعني بدي أخبركم أنه اليوم للأسف آخر يوم إلي معكم بصباحك مسك، رح يكون إلي وجود بإذن الله تعالى ببرنامج جديد مستقل منفرد، رح يكون خاص بشهر رمضان المبارك، رح نكون فيه سوا أكيد بإذن الله تعالى بمواضيع أكيد رح تنال إعجابكم بإذن الله تعالى. صباحك مسك أكيد مستمر معكم سواء كان برمضان وخارج رمضان بإذن الله تعالى مع الأستاذ بلال يلي منوجه له تحياتنا بإذن الله تعالى، ونحن أكيد بانتظاره على حر من الجمر. بالنسبة لمواضيعنا اليوم متابعينا، اليوم يعني عنا كثير من الفقرات. بداية رح نبلش بساعتنا الأولى، ساعتنا الأولى رح نحكي فيها عن مواضيع مهمة. أولاً كتار منكم سمع عن موضوع محاولة الانقلاب يعني الجديدة اللي ضجت فيها وسائل التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام التركية التي تقول أن هناك ما يقارب 103 من الضباط الأتراك يلي أصدروا بيان رفضوا فيه عدة أمور، رح نتعرف على تفاصيل هذا البيان من الأستاذ حمزة تكين، أبعاد هذا البيان، شو تطورات هذا البيان، اصلا شو تاثيره على الوضع بتركيا والحكومه التركيه بشكل عام، وكيف تعاملت مع هذا البيان يلي كثير من الاشخاص اعتبروه محاوله انقلاب ومحاوله مساس بامن الدوله مجددا. رح نتعرف اكثر باذن الله تعالى على كل هالتفاصيل من اهل مكه الادرى بشعابها اكيد الاستاذ حمزه تكين، وهو الكاتب والصحفي التركي حيكون ضيفنا باذن الله تعالى بعد قليل لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع وشو صار بالضبط، نفهم عن قرب ما دار بذاك اليوم. بفقرتنا كمان أو بساعتنا الأولى كمان رح يكون معنا سؤال تفاعلي مهم للغاية، وأنا بتمنى من الكل يشاركنا سواء كان بالتواصل عبر أرقام التواصل يلي رح أكيد أرجع خبركم عنها، أو من خلال تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب يلي ابتدأ مباشرة سواء على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي. سؤالنا التفاعلي لليوم هو: ما هي أهم طرق والنصائح المالية التي يمكن أن توجهها للمقبلين على الزواج من خلال تجاربكم، من خلال ممكن تكونوا سمعتوا من أقاربكم، كيف ممكن تنصحوا هدول الأشخاص يلي هن مقبلين على الزواج، شو ممكن يعملوا، شو ممكن يساووا، تقدموا لهم شوية نصايح يستفيدوا منها لحتى يكون زواجهم مكلل بالنجاح بإذن الله تعالى. بالنسبة لساعتنا الثانية كمان عندنا صراحة ضيفة عزيزة علينا جدا، وهي الأستاذة ياسمين يوسف
الأستاذة من مصر، من بلد مصر الشقيق، ورح نحكي مع الأستاذة ياسمين، رح تحكي لنا عن مشروع سلام. ما هو مشروع سلام؟ كونها هي المؤسسة والمديرة ومطورة المحتوى لمشروع سلام، على مدى يقوم مشروع سلام؟ لماذا هذه التسمية أصلا؟ وما هي أهداف هذا المشروع؟ ما هي علاقة هذا المشروع بما يتعلق بالإيمان والروحانية؟ سنتعرف على كل هذه التفاصيل بإذن الله تعالى مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة ياسمين يوسف، بكل حب ومودة وشوق لمعرفة تفاصيل هذا المشروع. أما في ساعتنا الثانية وبفقرتنا الأخيرة رح يكون لنا رحلة مع الرسومات والأعمال واللوحات الفنية بريشة رسام فنان مبدع حقيقة، وهو لاجئ سوري موجود في ألمانيا. رح يحكي لنا الأستاذ سعد العاشق عن موهبته بالرسم وكيف استطاع أن ينمي هذه الموهبة في ظل لجوءه في دولة جديدة وبيئة جديدة بعيدة عن مجتمعه كليا اللي ربي وعاش فيه. رح نعرف كل هالتفاصيل بإذن الله تعالى بساعتنا الثانية وفقرتنا الأخيرة فيها بإذن الله. رح يكون ضيفنا الأستاذ سعد العاشق. أما حاليا فخلونا نشوف كالعادة شو صار أحداث عالمية وأحداث مهمة في المجتمع التركي بتاريخ 5/5 من نيسان 5 أبريل في مادتنا الأساسية بمشوارنا بصباحك مسك، حدث في مثل هذا اليوم. في عام 1897 اندلعت حرب على إثر الخلاف بين الدولة العثمانية واليونان بسبب جزيرة كريت العثمانية ذات الغالبية اليونانية، وتسمى هذه الحرب بحرب 30 يوما. في عام 1909 تأسس حزب الاتحاد المحمدي الذي يعتبر من الأحزاب السياسية الإسلامية في الإمبراطورية العثمانية. في عام 1941 فوز مشروع إيمين أونات في بناء ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. في عام 1946 جلبت البارجة الأمريكية ميسوري نعش سفير تركيا لدى واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية منير إرتوغن إلى إسطنبول. في عام 1994 وضعت حزمة من الإجراءات الاقتصادية من أجل التخلص من الأزمة الاقتصادية في تركيا. في عام 2009 تحدث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في البرلمان التركي خلال زيارة رسمية له إلى تركيا. أكيد متابعينا نحن مستمرين ببداية فقراتنا ومشوارنا الصباحي اللي كالعادة صار لازم نحكي فيه عن أهم الأخبار المتعلقة بأسعار العملات وأيضا سعر الذهب، فكثير منكم حاليا عم ينتظر ليسمع شو آخر أخبار الدولار واليورو. فبنشهد نحن بالفعل اليوم تحسن بسعر الليرة، تحسن طفيف في سعر الليرة التركية. سجل الدولار 8.16 ليرة تركية، أما اليورو فسجل 9.59 ليرة تركية. أما فيما يتعلق بأسعار الذهب عيار، حصرا عم نحكي عن عيار 24، فسجل بسعر المبيع 454 ليرة تركية، أما بسعر الشراء فسجل 447.89 ليرة تركية. هدول هن كانت أهم أسعارنا وفيما يتعلق بأسعار العملات، واللي الحمد لله عم نشهد شوية تحسن لسعر الليرة التركية مقابل هالعملات الأجنبية. على وعسى بينعكس هذا الأمر مباشرة على أسعار المواد الغذائية، ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك
يلي بالأصل بيتم فيه استهلاك أكبر للمواد الغذائية. أما هلأ متابعينا خلونا مثل ما بلشنا بالمقدمة عم نحكي عن الحدث التركي الجلل صراحة يلي صار من يومين، وكتار من الأشخاص ترقبوا وتوتروا، ممكن كتار من الأشخاص كانوا قلقين لأبعاد هذا البيان يلي صدر من الضباط 103 من الضباط والجنرالات المتقاعدين من الجيش التركي، أغلبيتهم من قوات البحرية، ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي والرسمي في تركيا بعدما أبدوا اعتراضهم على مشروع قناة اسطنبول المائية في تحرك اعتبر بمثابة تدخل من العسكريين في الشؤون السياسية للدولة التركية. تفاصيل أكثر رح يكون معنا بسرنا أنه نستضيف الأستاذ حمزة تكين الكاتب والصحفي التركي. يسعد صباحك أستاذ حمزة. صباح الخير لك سيدتي الكريمه والمستمعين الكرام. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك استاذ حمزه. صراحه كثير من الاشخاص حابين يعرفوا ما هو هذا القرار الصادر من هؤلاء، من قبل هؤلاء الضباط المتقاعدين في الجيش التركي، تفاصيل اكثر لو نعرفها من حضرتك. دعينا نبدا لو سمحتي سيدتي الكريمه بالخبر العاجل اليوم. فضل. بدات عمليه الاعتقالات لعدد من هؤلاء الجنرالات. اليوم صباحا قامت قوات الأمن التركية باعتقال نحو 10 جنرالات من هؤلاء الذين وقعوا على هذا البيان. تم استدعاء 4 جنرالات آخرين، وبالتالي نحن أمام خلال الساعات المقبلة أمام عملية اعتقال أوسع ربما. لماذا هذه العملية؟ لماذا هذه الاعتقالات؟ لأن هؤلاء الجنرالات 103 جنرالات بالقوات البحرية التركية، طبعا هم جنرالات متقاعدين كما ذكرت، أصدروا مساء السبت بيان انتقدوا فيه واعترضوا فيه على قناة اسطنبول وعلى توجهات الحكومة التركية فيما يتعلق بهذا المشروع وعلى بعض الاتفاقيات الدولية التي مر عليها نحو 100 سنة. وبالتالي رأينا بعيد هذا البيان الأمر الملفت للنظر، الهبة الشعبية الكبيرة والهبة السياسية الكبيرة في تركيا من أحزاب المعارضة ومن أحزاب الموالاة. على مدى 24 ساعة البيانات كانت بالمئات، التغريدات، المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات السياسية بالمئات بالآلاف، كل هذا الأمر صور على أنه أمر مشابه لما حصل في 15 تموز 2016 بصورة مختلفة. هذا الأمر يعني الناس لم تنزل إلى الشوارع، ولكن كانت مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الحركة السياسية في تركيا مشتعلة بنفس الطريقة التي كانت عليها الصورة في 15 تموز 2016 رفضا لهذا البيان. أي أننا نستطيع أن نقول أننا أمام صورة مشابهة بطريقة أخرى لإفشال عملية انقلابية جديدة كادت تبدأ أو كادت مؤشراتها أن تحصل في تركيا بسبب هذا البيان. وبالتالي نجح الشعب التركي، نجح السياسيون الأتراك بمعارضتهم بموالاتهم بمنع بعض قيادات الجيش السابقين، وربما قد يكون البعض على رأس عملهم من التدخل بالحياة السياسية. طيب أستاذ حمزة، صراحة العديد من الأشخاص ممكن الآن يتساءلون، يعني البيان صدر رفضا لقناة اسطنبول، طيب لو باختصار ممكن أن تضعنا بصورة تفسيرية بسيطة لقناة اسطنبول أصلا، لماذا هذا الاعتراض على هذه القناة؟ سيدتي الكريمة، يعني من يتابع الأحداث التركية فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة قبل نحو 19 عاما يرى أن كل المشاريع الكبرى في تركيا كان يعترض عليها وتنتقد من قبل هذا الجو الذي ينتمي إليه هؤلاء الضباط المتقاعدون، الجو اليساري العلماني المتطرف أقصد. يعني مثلا على سبيل المثال هم اعترضوا على اليوم أكبر مشروع في العالم يوصف، مشروع مطار اسطنبول الأكبر في العالم، ولكن في نهاية المطاف تم هذا المشروع. يعترضون على كل مشروع يفيد الدولة التركية ويجعل من تركيا قوة،
استراتيجية، قوة إقليمية وقوة دولية. وبالتالي هذه التوجهات واضحة أنها ليست مجرد توجهات داخلية. اليوم هم يعترضون على قناة إسطنبول. هذه القناة هي توصف من قبل الخبراء أنها أحد أكبر المشاريع في العصر الحديث في العالم. هذه القناة ستقسم القسم الأوروبي من إسطنبول إلى قسمين اثنين، وتربط البحر الأسود ببحر مرمرة ثم ببحر إسطنبول بقناة مائية تسمح للسفن التجارية والسفن العسكرية بالعبور، وبالتالي تستفيد تركيا اقتصاديا واستراتيجيا على المدى الطويل من هذه القناة، وبالتالي تتحول تركيا لقوة إقليمية مسيطرة على مثل هذه مثل هذا الممر البحري الهام، خاصة بهذه المنطقة الحساسة من الكرة الأرضية. نعم. يعني هذا المشروع باختصار سوف يعطي تركيا قوة كبرى اقتصاديا وسياسيا في المرحلة المقبلة. لذلك اليوم كما اعترضوا سابقا على المشاريع الكبرى، هذا التوجه الموجود في الداخل التركي بإعاز خارجي، يعترضون مجددا على هذه القناة. ما أريد أن أقوله باختصار هنا أنهم لنوضح للمستمعين والمشاهدين، كما تم الاعتراض سابقا على المشاريع الكبرى وأنجزت في تركيا، كما يعترضون الآن حتى على قضية التنقيب التركي شرقي المتوسط عن الغاز والنفط. تركيا مستمرة، الحكومة التركية بالدعم الشعبي بالدعم السياسي لغالبية الأحزاب في تركيا مستمرة بمشاريعها الكبرى. رغم هذا البيان، رغم ما حصل من بلبلة، تركيا والحكومة التركية مستمرة بمشروع قناة إسطنبول. والدليل أن بعيد البيان بسويعات قليلة خرج وزير النقل التركي هو أعلن عن بدء المناقصات فيما يتعلق بالقناة، وهذه رسالة أننا مستمرون رغم تحركاتكم المشفوعة. نعم نعم أستاذ حمزة، بالفعل يعني توضيحات مهمة للغاية. لكن بسؤالنا الأخير، لو بعيد الشر يعني طبعا، لو لم يتم مباشرة، لو لم تظهر ردود الفعل القوية الشعبية بالفعل الرافضة بشكل كبير جدا لهذا البيان، لو لم تظهر هذه الردود الشعبية، هل كنا بالفعل أمام محاولة انقلاب ممكن أن تتوسع أكثر؟ نحن أمام، يعني لنكون واضحين، نحن أمام محاولة انقلاب. نعم. نحن أمام محاولة انقلاب بدأت بهذا البيان، ولكن وئدت بسبب ردة الفعل الشعبية. وكذلك لا نقلل من أهمية ما صدر من تصريحات من سياسيين أتراك وبيانات حزبية من الموالاة ومن المعارضة. أنا أستبعد وجهة النظر أو التصور الذي يقول أننا ربما لم نكن، أو ربما هذه الهبة الشعبية ربما لا تحصل. تركيا، نحن في عصر جديد في تركيا. نعم. منذ 15 تموز 2016 أصبح فيها الشعب التركي والسياسيون الأتراك برأيي أكثر نضوجا بالقضية السياسية ورفضا للتدخلات العسكرية في الساحة السياسية التركية. لذلك من الصعب ابتداء من 15 تموز 2016 من الصعب على أي تحرك عسكري في تركيا أن ينجح. ليس من السهل، ليست الأمور كما كانت قبل 15 تموز 2016. لذلك اليوم من سعى لهذه المحاولة الجديدة، الجهات التي تقف خلف هؤلاء الجنرالات حاولت كما يقال أن تدس نبض الشارع التركي والسياسيين الأتراك بهذا البيان. هل تستكمل الخطوات أم تتوقف؟ تتراجع بطبيعة الحال، تراجعت رغما عنها وبسبب الردة الشعبية، ردة الفعل الشعبية والسياسية والاعتقالات كما ذكرنا في البداية بدأت. نعم. والمحاسبة القانونية والقضائية سوف تتوسع خلال الساعات المقبلة ضد هؤلاء الذين أعطوا إشارة
لمحاولة انقلابية جديدة. نعم، أنا بدي أشكرك الأستاذ حمزة تكين، بالفعل التوضيحات مهمة للغاية، وخاصة بأنه حضرتك نقلت لنا الأخبار العواجل اللي عم تصدر تباعا فيما يتعلق بهذا الموضوع. نتمنى السلامة لشعب تركيا وقيادتها أكيد بإذن الله تعالى. بدي أشكرك الأستاذ حمزة تكين الكاتب والصحفي التركي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا، أهلا وسهلا فيك. متابعينا، هي كانت فقرتنا اليوم المتعلقة بمعرفة أبعاد هذا البيان وما هي أصداؤه والتطورات التي حدثت. سمعنا من الأستاذ حمزة أن عملية الاعتقالات بدأت بالفعل بحق هؤلاء الضباط المتقاعدين الذين أصدروا بيان. الكثير من يعني الشرائح الشعبية وحتى الرسمية اعتبرته محاولة انقلاب، وأكيد هي محاولة انقلابية فاشلة. إلى هنا وصلنا منكون لختام فقرتنا الأولى بساعتنا الأولى. هلأ صار الوقت لنطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع بعده لنتابع بفقراتنا، خليكم معنا. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم.
تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بفقرتنا التفاعلية، هي اللي كالعادة نحن بنسعد وقت بنستقبل اتصالاتكم أكيد، وحتى بنقرأ تعليقاتكم على الفيسبوك اللي نحن عم ننتظرها على أحر من الجمر. عنا موضوع مهم للغاية بفقرتنا التفاعلية، وعن جد نحن حابين نعرف نصائحكم، خبراتكم، معلوماتكم حول هذا الموضوع، شو ممكن تقدمونا من واقع التجربة بعض النصائح لكتار من الأشخاص اللي بالفعل هن مقبلين على الزواج. سؤالي رح أرجع أذكر فيه قبل ما أرجع أذكر بأرقام التواصل، ما هي أهم الطرق والنصائح المالية هون، يعني بدي إياها بين قوسين دائما، النصائح المالية يلي ممكن تقدمها للأشخاص المقبلين على الزواج. شو المقصود بالنصائح المالية رح أوضح لكم أكثر بإذن الله تعالى، لكن خلوني أذكر بأرقام التواصل الاجتماعي اللي مباشرة فيكم تتواصلوا فيها ومعنا من خلالها، اللي هن 0350-234-16 و0350-034-17. أكيد أنا كمان بحاجة ومتحمسة لأرى تعليقاتكم متابعينا على الفيسبوك. لكل حدا عم يسمعنا ما بيقدر يتواصل معنا على الأرقام الهواتف، بإمكانكم مباشرة تسجلونا تعليقكم على بثنا المباشر على الفيسبوك حول هذا الموضوع. شو هي الطرق، شو هي النصائح المالية يلي لازم يكون أي شاب أو أي صبية مقبلة على الزواج
تكون أخذتها بعين الاعتبار قبل ما يبلشوا أو يعني يعلنوا بداية مرحلة الزواج والانتقال من مرحلة الخطوبة إلى مرحلة الزواج، وحتى من بهي الشراكة اللي هن نحن بالمعنى الحرفي الزواج هو شراكة بين الزوج والزوجة، الشريك والشريكة. بكل الأحوال متابعينا، قبل ما نحكي أكثر مثل ما قلت لكم عن هذا الموضوع، أنا حابة شوي أقرأ تعليقات على الفيسبوك بلشت تجينا، سواء كانت تصبيحات أو حتى تعليقات بتخص الموضوع. منبلش بعمر الفردوسي، كاتب تعليق جميل وعم يقول: في مرحلة من العمر تهفو النفس للواضحين المباشرين، تتخفف من التأويلات والاحتمالات وتسعى لعلاقات سوية لا يحتل الجانب الأكبر فيها مجاملة مقيتة أو نكد طويل. هي على الفكرة النصيحة هي من ضمن النصائح بالفعل اللي ممكن نقدمها للأشخاص المقبلين على الزواج، لكن أنا حصرا حاليا بدي أي نصيحة بتتعلق بموضوع المالي، بالماديات، بالأمور يلي بتتعلق بالصرف، بالمصاريف، بالالتزامات، المسؤوليات، كل شيء. هدول بدي رأيكم بهذا الموضوع من ضوء تجاربكم. بنكمل بقراءة التعليقات لبين ما يجينا اتصالات. في محسن شامية عم يعلق: صباح الخير، يسعد صباحك يا محسن. يمكن هذا أول تعليق لك معنا، يسعد لي صباحك، ونحن بانتظار أكيد تعليقاتك بشكل مستمر على بثنا المباشر. حسن النعيمي كمان كاتب لنا تعليق جميل وحكمة هي أغلب ما تكون للحكمة والموعظة. عم يقول حسن: الصدق منجا والكذب مهوى والعزم مركب صعب والعجز مركب وطيء، آفة الرأي الهوى وخير الأمور الصبر. صباحكم مسك وعنبر، يسعد صباحك. صباح الخير، صباحك ورد وياسمين وفل وعنبر. بالفعل يا حسن على القيم الجميلة اللي حملتها كلماتك. في عندي سعاد، غالبا انا نازل عندي الاسم سنابل مكسوره، ما بعرف عم تصبح علينا وتقول: الله يسعد صباحك، صباحكم استاذه هلا، والى كادر اذاعه مسك الجميله الخلابه الرائعه، والى المستمعين الرائعين. يسعد لي صباحك يا رب، وانا بقمه يعني الانتعاش وقت بقرا تعليقات جونا من سيدات. يسعد لي صباحك واوقاتك يا رب. شهابي للسيارات، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسعدنا صباحك يا شهابي للسيارات، مطالع الاسم. في عنا كمان عمر فردوسي عم يرجع يعود: صباح الجمال على الأستاذة، يسعد صباحك يا رب. وساهر كمان: صباح الخير، يسعدك ربي، يسعد صباحك يا ساهر. قبل أن نكمل بقراءة التعليقات، صار في عنا اتصال أول إجانا، أكيد نحن فقدنا الاتصال لبين ما يرجع يتواصلوا معنا الشباب أو أي حد حابب يتواصل معنا. منتابع شوي بقراءة التعليقات. عبد الرحمن محزون كتب لنا كمان تعليق رائع للغاية: بسم الله نبدأ يومنا ونصبح على أجمل خلقه، جعل الله يوما سعيدا ومليء بالمفاجآت، جعله الله يوما سعيدا ومليء بالمفاجآت السارة. يسعد صباحك يا عبد الرحمن، وإن شاء الله يومك مليء بالمفاجآت الطيبة والسارة واللي كلها بتكون حاملة الخير والسعادة لك بإذن الله تعالى. كما في عنا تعليق من حسن قرجلي: صباح الخير، صباح السعادة للجميع، يسعد صباحك يا حسن. أكيد نحن بنسعد وبننبسط وقت بنقرأ تعليقات جديدة عم تجينا على البث المباشر، بانتظار كمان رأيكم بهذا الموضوع يلي هو موضوع حلقتنا التفاعلي. رح ناخذ محمود أول اتصال إجانا، يسعد صباحك يا محمود. محمود صباح الخير، عم تسمعني محمود؟ فقدنا الاتصال، اكيد نحن بانتظار تواصلكم مستمعينا ومشاهدينا. في مريم عم تعلق يعني تباعا للموضوع اللي كان بفقرتنا الاولى ومع موضوع البيان والانقلاب، محاولة الانقلابية الفاشلة. تعليقا عم تكتب مريم: العلمانيون اينما حلوا حل الدمار، معهم غربان الخراب. كلامك يا مريم يعني بالفعل بيرجع سبحان الله، يعني عم نشوف انه نحن دائما المحاولات اللي عم تكون فيها عبث بأمن الدولة عم تكون من هدول الأشخاص. رح ناخذ هلا اتصال محمود، رجع اتصل فينا. يسعد صباحك محمود. عم تسمعنا يا محمود؟ تمام سمعونك. تمام الله يسعد اوقاتك يا رب، طمنا عنك، كيف امورك؟
الحمد لله رب العالمين. هسه الاول شيء نحن فعلا حزينين لانه مصاري بصباح مشكل. بس ارجع عيد الله انا ما سمعت منيح. نحن عن جد حزينين لانه نحن صاري بصباح مشكل. الله يسعد لي اوقاتك يا رب. يعني هلا انا باذن الله حكون موجوده بمسك، اكيد ما لنا غنى عن مسك، بس بجوز رح اطلع من البرنامج الصباحي، رح كون معكم اكيد بكل الاوقات بمسك، من وين ما كنتوا وين ما فتلتوا حتلاقوا هلا موجوده. والله يا أبسي أنا عمير وسامة راحوا ما عندنا سمعنا صوتهم أبدا. أنا ما سمعت والله، أنا آسفة شوي الصوت عم يكون عندي غميق. هلا الصوت عندكم، أنا الصوت عندي عم بروح وبجي. أنا هلا سمعانتك منيح، بس رجع لي عيد شو آخر شيء؟ عمير وسامة راحوا ما عندنا سمعنا صوتهم. عمير وسامة أكيد نوجه لهم تحياتنا أكيد. بعرف إنه موجودين. بإذن الله بإذن الله حيكون لهم وجود إن شاء الله تعالى، هن موجودين دائما بكل مكان، الشباب إن شاء الله رح يكون لهم ظهور من جديد. انتظروا، نحن في عنا دورة خاصة برمضان، انتظروا دورة رمضان، شوفوا في عنا تشكيلة من البرامج بإذن الله تعالى بيكون في نصيب لأسامة وعمير إن شاء الله. الله يسعدك. بالنسبة لموضوع تفاعلي، تفضل. بالنسبة لموضوع تفاعلي، حاليا كورونا وقع فيه. كنصيحة مالية، حاول تقتصر على العرس والتجهيزات قدر الإمكان. حلو حلو. يعني أولا معناته أنت عم تقول أنه لا تعملوا، لا أصلا الحفلات هلأ يمكن صارت بلشت تكون مقيدة أكثر. يعني أنا في عندي عالم في إسطنبول عملوا حفلة خطبة وأكلوا مخالفة 4500 ليرة، والله يعطيهم العافية لأنه في أكثر من 10 نسوان في البيت. عملوا بالبيت؟ عملوا بالبيت وتخالف وتغرم. الأتراك اشتقوا عليهم. يمكن النقوط اللي إجاهم دفعوا كله غرامة. هاي إذا ما عطون جيبوا كمان. هاي إذا مو فوقهم كمان دفعوا. حسبي الله ونعم الوكيل. هي القصة بالفعل اللي نحن حابين نحن نسلط الضوء عليها. أنتوا هلأ شايفين مثل ما قلت أنت فكرة مهمة، نحن هلأ بوضع كورونا، إذا خلينا نحن نلملم الموضوع، ما بدأ المصاريف الكبيرة اللي حتكون من ناحية العرس. بدل المصاريف مثلا كمثال، بدل هالمصاريف اشتري قطعة ذهب فيها. حلو 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 هالكلام. طيب خلينا نفترض افتراض محمود، فرضا اهل اهل العروس لا اصروا انه هن بدهم يعملوا له حفله لبنتهم، ويعني عملوا مشكله كانت ممكن توصل انه خلص تفركس الجوازه وبلاها كلها، ممكن توصل لهالمرحله. نحن هون شو ممكن مثلا ننصح الشاب؟ انا ما راح انصح الشاب، تفضل اهل البنت مباشره. حلو. انتوا بتشيلوا غرامه وتسوي كل اللي بدكم اياه. يعني مستعدين تدفعوا الغرامه اكيد لانه في غرامه بالاول والاخير، ما هيك؟ اكيد اكيد. يعني عرض ويتجي غرامه فوق مصيبه هيك. نعم نعم. هلا هو في حلول، إذا هلا ما تسكرت الصالات، صالات الأعراس، سمعنا نحن مؤخرا محمود إنه شفت في صالات الأعراس لازم يكون في عدد محدود وملتزمين بعدد التباعد الاجتماعي للطاولات الموجود والإجراءات الاحترازية، بس أصلا يمكن هلا الصالة مكلفة، يعني هي كمان من ناحية لازم تكون أخذينها بعين الاعتبار. سيدة هلا أنت هلا، نحن عندنا هون في أوضنا الصالة إذا تريا 4 ساعات 2500 ليرة ترتيب. 4 ساعات وإسطنبول كان أكيد أكثر. هاي أبسط مثال. نعم نعم فهمان عليك. ومحمود أنا بدي أشكرك أولا على كل هالنصايح، يعني حطيتنا بصورة الوضع. أصلا نحن هلأ بزمن كورونا وبالفعل لازم يكون في إجراءات جديدة، لازم أهل العريس سواء كان أو أهل العروس يعني يكونوا قدر المستطاع متفهمين انه اصلا المصاريف اللي حتكون زياده فيما يتعلق بموضوع النفقات اللي ممكن تروح على العرس او حتى الحفله اللي حتكون بنطاق ضيق، اذا ما بدنا نقول عرس وزيطه وزنبليطه مثل ما كنا نقول، هي انه عندنا في حفله وصاله ومعازيم وكروت عرس وهدول كلياتهم المصاريف خلينا نقول تجاوزناهم وما رح يكونوا موجودين، حفله بنطاق ضيق بالبيت ممكن كمان هي مباشرة مثل ما قال محمود تكلف، يعني أي حدا من الجيران يشتكي وتطلع هذيك الغرامة بهذاك المبلغ الكبير، ويعني بالعكس يكتئبوا أهل العريس وأهل العروس. خلونا ناخد اتصال جديد. عمر يسعد صباحك يا عمر. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك يا عمر، طمنا عن أمورك إن شاء الله بخير. والله الحمد لله بخير. الله يسعد لي أوقاتك. إن شاء الله بخير. والله تمام الحمد لله بخير، بسمع أصواتكم بنصير تمام بإذن الله يا رب. والله أول ما سمعت
الخبرة تقول إن بدك تترك صباح مسك الزاج، بس بعد وقت قلت بدك تظهري موجودة موجودة بإذن الله يعني قبلت الموضوع شوي. الله يسعدك يا رب، أكيد موجودة ونحن بانتظار تفاعلكم سواء كان بصباحة مسك أو بدولة رمضان للبرامج المنوعة اللي حتكون بالفعل قوية إن شاء الله، وبنتمنى أكيد تنال إعجابكم. اللهم بلغنا رمضان يا رب بإذن الله تعالى، مفقودين ولا فاقدين. آمين يا رب. الله يسمع منك يا رب يا عمر. رأيك بموضوع حلقتنا، متزوج عمر؟ لا والله أعزب. طيب انت يعني رايك ممكن اللي تقدمه للاشخاص اللي مثلك حابين بركي يكونوا يرتبطوا قريبا، او نصائح ممكن سمعتها من حدا خبرك اياها بما يتعلق بالمصاريف الماليه والنصائح الموضوع المادي بشكل خاص ممكن تقدمها لهدول الاشخاص؟ عام يعني اعطيني تفضل. النصائح للزواج مو بس المال يعني، كمان في شيء بعد المال وبعد الزواج كمان. يعني انا قبل ما انصح اي شخص بنصح نفسي كمان يعني. طبعا طبعا، لانه مثل ما يعني اولا واخيرا ان شاء الله ربي بيكرمك بنت الحلال. امين يا رب. وبتتيسر امورك. الله العظيم ان يرزقنا الزوجه الصالحه والذريه الصالحه يا رب. امين يا رب. امين. يعني اول ما انصح انا بقول لا تتدين تتزين، هي اول شيء. حلو. لا تتدين تتزين، يعني انه كمصاريف العرس كمصاريف إني إذا ما عندك قصة طوالة تتزين تتزوج تسوي مثلا فرح وهيك، هي أول شغلة. ثاني شغلة في ناس مثلا تقبل الزواج ما في عند المال الكافي، يعني عم يتزوج بس مجرد إني عندهم مال كالمهر وما مهر، وبعد بيجوا بعد الزواج بقضوا عمرهم في الديون، يعني بيغرقوا في الديون. هي أول شغلة. فهمت عليك. يعني حلو اني لا، اذا ما كان عندك المال الكافي لزواجك مرحله الزواج والتكاليف العرس والحفله وكله، وبعد الزواج يعني يكون عندك مال كمان مو بس اني مصاريف العرس وهيك، يعني مصمد مبلغ على جنب بحيث انه هذا الشيء يكون تقدر اول شيء تنطلق فيه بعمليه الزواج. يعني اللي مو عمليه، هي حنقول انه المرحله اللي حتكم حيتم فيها اشهار الزواج سواء واعلانه. اكيد في حفله مثلا صغيره وممكن تلبيس للعروس، هدول المصاريف اكيد بحاجه مبلغ مالي. طيب خلينا نحكي اذا مثلا بينك وبين العروس او بين اهل العريس واهل العروس، هلا انت من وجهة نظرك بتعتقد انه هدول الامور المادية تخبرها لاهل العروس بشكل واضح انه انا يا بنت الحلال معي بهالمبلغ المالي ممكن هيك هيك اصرف، ولا لا ما بتحب تقول لك كل شيء مادي كل شيء بتعلق بمادياتك؟ اكيد بدي اخبره اكيد. حلو. انا لاني يعني اذا واحد ما استطاع ما ليش انت جيت تتزوج هالزمن هذا هالزمن، يعني بده يتزوج قبل ما يسألوا عم يسألوا ليش قد عندك مال. حلو. مستطيع يعني، لأن هي بنت الناس بدها تيجي تعيش معك أنت كرجل يعني، وأكيد هو مو كل شيء المال يعني. أنا قبل ما أنصح النصائح المالية وأنصح بنصح أي رجل مقبل على الزواج بقول له يعني كن رجل قبل ما تقبل على مرحلة الزواج. حلو. كيف يعني كن رجل يعني؟ يعني لا يكون أب بدر تبع باب الحارة، هي أول شغلة. أكيد لا. مع احترامي للجميع يعني، مع احترامي للجميع. لا بالعكس، يعني إحنا هون هذا منبر لحتى تعطي أنت نصايحك وأنت من قناعاتك أصلاً. أيوة، يتعلم الحكمة، يتعلم الحكمة، يكون عنده عقل، يعرف الصح من الغلط، لأن بنت الناس راح تيجي تعيش معه، راح يتعرف على إنسان لسه عقله غير عقله، تربيته غير تربيته. اكيد يعني وضع البيت اللي كانت فيه اكيد مو مثل البيت اللي انت راح تسكن فيه وتعيش معه، كل التفاصيل هي بحياتك. ايوه يعني انت عم تقول انه كانه انا لازم احط الشريكه او اللي ناوي اختبار بصوره كل الوضع من ناحيه أكيد. الماديات أكيد. من ناحيه العادات اللي انا متعود أكيد. عليها، وبنصح انه يتق الله فيه يعني اول شغله، يعني يتق الله فيه يعني هالكلام احلى. مثل ما وصيت النبي عليه الصلاه والسلام وصيكم بالنساء خيرا، وصيكم بالنساء خيرا، وخيركم خيركم لنسائهم، هذا أول شغلة. وثاني شغلة إن كنت رجلا تكون لك امرأة، وإن كنت ذكرا تكون لك أنثى، وإن كنت ملكا تكون لك أميرة، وإن كنت عاشقا تكون لك متيمة، فلا تكون لا شيء وتريد أن تكون كل شيء. شو هذا؟ شو هذا؟ شو هذا يا عمر؟ نصائح خطيرة هي من عند الصبح. يعني يا رب. والمرأة كالمرأة يعني شو ما تفرجية تفرجيك، هاي أول شغلة. ثاني شغلة المرأة يعني مع احترامي لجميع النساء، وهن النساء أكيد هي أمي وأختي وزوجتي في الأيام يعني. صحيح. أكيد يعني مع احترامي لجميع، يعني الرجل ما يسمع كل شيء للمرأة. هاي أول شغلة. لأن في بعض النساء بيفرقوا بين الأخ
يعني بين الزوج واخته، بين الزوج وامه، نعم. بين الزوج للاسف للاسف في في هيك نماذج، نعم. ونفس الشيء، نعم. يعني على فكره على صعيد الرجال كمان بنلاحظ انه نفس الشيء، بنلاقي انه في بعض الرجال ممكن يرموا بلا، اذا فينا نحكي بين قوسين، بين الاخ واخته، بين بين امه ممكن، يعني في بعض الاحيان خلينا نكون شفافين وصريحين. يعني انا بس يعني بالمجمل نصيحتك هي مهمه للغايه، لانه ياما صار خربان بيوت بسبب، نعم. طاعه الزوج لكلام، نعم. مرته. نعم. انا ليش عم بقول اني بنصح الرجل انه يكون رجل قبل ما يكون يقبل على الزوج، يكون رجل ما يكون عبدر، يعني هذا اللي بقصد فيه. اني ما بقول رجل اني تعال ضربها وكون رجال عليها ومن هالحكيات، لا. المرأة يعني كل مرة قلت لك يعني انه اللي بدك يا منا كون انت قبل ما تكون هي. حلو هالكلام، يعني شوف نفسك، نصايح ذهبية بالفعل. نعم. يا عمر عن جد الله يجزيك ألف خير، وإن شاء الله يا رب أنت هيك مثل ما قلت برجع بدعي لك الله يكرمك الزوجة الصالحة وكل مين عم يسمعنا وناوي يعني السترة والحلال بإذن الله تعالى. يعني حتى المرأة يعني كمان يجب عليها أن تطيع زوجها، يعني بعد ما يبات رب العالمين هي الزوجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان يعني يسمح ان المرأة تسجد لغير رب العالمين لأمرتها لا تسجد لزوجها، يعني نعم نعم نعم. المرأة كمان على تتقي الله في زوجها، يعني نعم. وضحت فكرتك، اكيد مداخلتك ثريه للغايه بالفعل يا عمر، الله يجزيك الف خير. ويعني بتمنى هيك قناعات وقت بتجي تطلع من شباب بالفعل هن عندهم قناعات ثابته، مبادئ ثابته، بتمنى لهم زواج سعيد باذن الله تعالى. يعني بتحس انه اقرب ما يكون زواجهم بانه يكون في معايير نجاح، لانه هو عارفان شو بده، ما له انه بوضع بكل يوم بقرار، كل يوم برأي. عطى نصائح مهمة فيما يتعلق بالمصروف والالتزامات المادية، كيف لازم يكون في إخبار وإعلام لأهل العروس أو الشريكة، إذا فينا نحكي هدول النقاط اللي أنا من وجهة نظري بالفعل كل ما كان الموضوع سلس وقريب بين الزوجة، ويعني خلينا نحكي ما عم نقول الزوجة لسه هون، الشريك الشركاء سواء كانت الزوجة أو الزوج، كل ما كان التفاصيل القرب من بين بعض بما يتعلق بالمواضيع المادية، كل ما كان حيكون في تفاهم، حيكون في إدراك أكثر للمصروف وللالتزامات المادية. ممكن يكون، ممكن بالعكس في أشخاص عندهم راحة مادية، يعني ما نحن ما بننظر دائما أنه الأشخاص اللي مقبلين على الزواج هن هلأ مثلا متضايقين ماديا، يا دوب ما لهم مرتاحين، ما عندهم سيولة مادية. في كثير من الأشخاص عندهم سيولة مادية والله فاتح عليهم وعندهم إمكانيات مادية كبيرة، ما رح يدققوا على التفاصيل، لكن ومع ذلك يجب أن يتم وضع ألف باء كل خطة مرتبطة بالمصروف، سواء كانت مصاريف حفلة الزواج أو حفلة الزفاف، أو حتى ما يتعلق في عادات بتختلف من بلد لبلد، أو حتى بين محافظات ومحافظات أخرى. في بعض المحافظات بتطلب من أهل العروس يعني التلبيس، أو حتى مثلا ممكن الملبوس البدني اللي احنا بنسميه جهاز العروس. في بعض المحافظات بتكلف العريس بهذا الموضوع، يعني بتطلبه من العريس. كل هدول التفاصيل بتختلف من منطقة لأخرى برأيي، قبل ما تتم، يعني قبل ما يتم انه والله نحن مثلا خلص يلا بهاليوم حنكتب كتابنا، يتم بالقبل الحكي عن هدول المواضيع والتعرف على الشروط والمعايير يلي لازم تكون فيما يتعلق بموضوع المصاريف او المسائل المالية بشكل عام. الباحثين يعني حتى الدراسات بشكل عام فيما يتعلق بهذا الموضوع كانت كثيرة وكبيرة صراحة، وحاولوا كثير يجملوا اهم النصائح اللي ممكن تكون فيما يتعلق بموضوع المصاريف أو المسائل المادية لكل من هو مقبل على الزواج. بيقولوا الباحثين اعرفا، يعني عم يواجهوا الحديث للزوج والزوجة أو الشريكين، اعرفا طريقة تفكيركما في المسائل المالية. بما أنكما زوجان ومشروعكما مدى الحياة، فمن المهم أن تحرصا على اتساق طريقة تفكير كل منكما في المسائل المالية، فلا بأس بتشارككما المعتقدات والقناعات والأفكار والتباحث حولها. هل يشكل المال وسيلة لتأمين المستقبل المالي، أم هو وسيلة للترفيه والحرية؟ أتفضلان الادخار أم الإنفاق؟ وبعد ذلك تساوما على نتائج تناسب
كل منكما هذا يحول دون النزاعات المستقبلية ويبني علاقة صحية سليمة. قديش هذا الكلام مهم؟ في كثير من الأزواج بيكونوا حابين عندهم مشروع واحد، أنه نحن هلأ منصمد مندخر لحتى يصير معنا سيولة، وبالتالي بعدها بيصير المال هو وسيلة للترفيه. في بعض الأشخاص لا، بيكونوا أنه نحن يلي بيجينا خلونا نروح نبسط حالنا فيه. إذا مجرد ما أنا أعرف طريقة تفكير الرجل أو الشريك أو الزوجة، مجرد ما أعرف هدول النقاط رح يسهل علي استمرار واستمرار النجاح في العلاقة الزوجية، ويعني ما يكون بشوبها أي من المشاكل. إذا عنا كثير من الملاحظات وعنا كثير من النصائح يلي متعلقة بموضوع المسائل المالية والنفقات اللي ممكن تترتب على مرحلة الزواج. بنتمنى مثل ما قلنا كل الأشخاص الله يكرمهم بالزوجات الصالحين والأزواج الصالحين. متابعينا، صار الوقت لنروح لفاصل دقة الساعة، وأكيد موجز لأهم الأخبار مع زميلنا زاهر أكرم، وبنرجع بعده لنتابع بفقراتنا. خليكم معنا. العاشرة صباحاً بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. أينما كنتم حلويات السلطان معكم، نعبر معا كل الحدود لنأخذكم بالنكهة الفريدة إلى أيام الزمن الجميل. نصنع بأمهر الأيادي الخبيرة حلويات السلطان الحائزة على جائزة أفضل مذاق بالعالم. هاتف 0552-32-23-106. موجز الأخبار. أهلا بكم في موجز الأخبار من مسك في اسطنبول. وزارة التعليم التركية تعلن بدء التعليم عن بعد في العاصمة أنقرة للصفوف من 7 وحتى 11 اعتبارا من اليوم. المدعي العام الجمهوري في العاصمة أنقرة يبدأ تحقيقا بخصوص البيان الذي وقعه 103 أميرال متقاعد، وفهم على أنه يشمل تهديدا بانقلاب عسكري. ونائب الرئيس فؤاد أوكتاي يؤكد أن الأمة أعطت درسا لا ينسى للانقلابيين ليلة 15 من تموز. أظهرت مشاهد جوية ملتقطة عبر طائرة تركية مسيرة إرغام خفر السواحل اليوناني طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية بطريقة غير إنسانية. وأعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ تمرين عبور مع مجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي الناتو. وحققت صادرات قطاع الصناعات الكيميائية التركية عوائدا بقيمة 2 مليار دولار في شهر مارس آذار الماضي. ختام الموجز، وإلى اللقاء. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى. نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد.
ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا، يسعد صباحكم لكل مين انضم لنا بمشواننا الصباحي بصباحك مسك. ساعتنا الثانية ابتدت، ونحن مثل ما خبرناكم بالمقدمة بضيفتنا وفقرتنا اليوم ضيفة مميزة وموضوع مهم للغاية، موضوع ومشروع السلام. مشروع سلام رح نتحدث عنه أكثر ونعرف تفاصيل هذا المشروع، على ماذا يقوم وما هي أهدافه وأهميته، ما هي فلسفة هذا المشروع ومنهجيته. رح نتعرف أكثر، وبسرنا نستقبل اليوم ضيفتنا الأستاذة ياسمين يوسف، مؤسسة ومطورة المحتوى لمشروع سلام. يسعد لي صباحك أستاذة ياسمين. أهلا بك وصباحكم مسك. الله يسلمك يا رب، صباحك يا رب معطر بروائح الورد والفل والعنبر. الله يسعد أوقاتك. أستاذة ياسمين، بالفعل نحن حابين نعرف مشروع سلام، ما هو هذا المشروع؟ لماذا هذه التسمية لكلمة سلام وبهذا المسمى؟ نعرف أكثر من حضرتك عن هالتفاصيل. جميل جدا. اولا طبعا بحب اشكركم على استضافتي واشكر الساده المتابعين، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الاسم يوحي بالمحتوى للمشروع. فكلمة السلام احنا طبعا ممكن تتبادر الى اذهان ان هي السلام ضد الحرب، فبس هو السلام النفسي والتوازن، وهو التصالح بقى مع النفس، بدل ما يكون في حالة من الحرب الداخلية والحرب الخارجية مع العالم الخارجي ايضا. فهو سلام مشروع للصحة النفسية متكامل باذن الله، بناء هوية، بنبدأ مع الإنسان من البداية يفهم الحياة، يفهم نفسه، يصنع نفسه. أنا مش بحب قوي مصطلح أفهم نفسي، لأن احنا مسؤولين عن صناعة أنفسنا. فهو مشروع برنامج للصحة النفسية مبني على العلوم الإنسانية وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى. ويمكن
برضو عشان كده جاي من اسم الله السلام، مسمى اسم سلام، توازن، صحة نفسية، تكامل، بناء هوية. رائع رائع هذا الكلام. إذا نحن أمام مشروع يهتم بالجانب النفسي لكل شخص فينا، لأرواحنا إذا فينا نحكي، ممكن يكون يلامس أرواحنا وصحة هذه الروح لحتى تكون قادرة على المثابرة والاستمرار في هذه الحياة المليئة صراحة بالضغوطات والمتاعب. إذا بدنا نرجع شوي لبدايات هذا المشروع، كيف بدأت هذه فكرة مشروع سلام؟ متى كانت الانطلاقة؟ يعني كم عمر هذا المشروع؟ تمام، هو أنا حابة أن أنا أتكلم طبعا عن البداية من كفكرة أولا، ومع كده الهيكلة والبداية الفعلية. فأنت قلتي حاجة جميلة جدا، أن هي أن إحنا بنتعامل مع الروح مع النفس الإنسانية، خلينا نقول النفس كأدق. وإحنا ما فيش يعني مشروع سلام بيدرس ما لا يدرس في أي مكان آخر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا وانا وكل ومعظم الناس، اذا ما كانش كل الناس، سواء في الاسره او في المدرسه او حتى من خلال الخطاب الديني باستثناء بعض الناس اللي هي فعلا مركزه على بناء الهويه والشخصيه وكده، هل انت تعلمتي اداره فهم واداره مشاعرك؟ هل تعلمتي بناء مهارات الذكاء العاطفي اللي هي مهمه جدا لنجاحك في الحياه؟ هل اتعلمنا في المدارس ازاي نحدد اهدافنا ونفهم احنا ايه هدفنا من هذه الحياه والمعنى خلفها؟ اشياء لا تدرس في اي مكان فعلا. جميل. لان احنا دلوقتي عندنا جانبين، الجانب اللي هو الناس كلها بتركز عليه وهو الجانب المهاراتي، ازاي انجح في ان انا ادخل الجامعه وانجح في الجامعه وانجح في الشركه والمصنع العملي يعني اكتر المهارات اللي هي عايزه اتعلم تقنيه، عايزه اتعلم مهارات العمل، التسويق، السوشيال ميديا و فالناس بتتخيل انا كده ببني نفسي، وده كويس، بس في خط موازي اهم بكتير جدا وهو البني ادم اللي بيعمل كل الاشياء دي. بالضبط فعلا. ازاي نبدا معاه من البدايه ان انت تبقى فاهم مشاعرك، فاهم احنا يعني احدث برنامج بنعمله دلوقتي هو برنامج عالمي، عالمي الداخلي وعالمي الخارجي، وازاي يبقى في تصالح في العالم الداخلي. التسميه هي عالمي يعني البرنامج تحت مظله سلام، نعم، احد البرامج التدريبيه. فالعالم الداخلي ده اللي هو بيشتمل على مشاعري، افكاري، قناعاتي، منظومه القيم والقناعات عندي، مهاره الذكاء العاطفي، الاهداف، العلاقه بالله سبحانه وتعالى وبالنفس، وبعدين العالم الخارجي، علاقتي بالاخرين وانعكاس وفهمي للحياه وعمل توقعات منطقيه عن الحياه وواقعيه، بدلا من ان الواحد يبقى طالع متخيل ان الحياه بشكل معين فلما يصدم بالعكس فينهار ويكتئب ويقع في دائره المرض النفسي. فالفكره كانت الحقيقه جاءت من عملي تطوعي، لان العمل التطوعي وخصوصا على حسب المجالات اللي بتتطوعي فيها، يعني مثلا مجالات حقوق الانسان، مجالات تخفيف حده الفقر، مجالات مكافحه التطرف الفكري والارهاب، المجالات دي بتخليكي تشوفي أسوأ ما يمكن أن تتعرض له النفس الإنسانية، وبتلاقي نفسك متعرضة للإحصائيات الخاصة بإحصائيات الاكتئاب في العالم، الانتحار، المرض النفسي، العنف والجريمة، عدد الناس في السجون وغيرها من المشكلات. فأنا كنت دائما مبهورة بفكرة البرامج اللي هي تطوير الذات واللي هي الهيومن ديفلوبمنت أو بيسموها التنمية البشرية، لما تكون مبنية على منهجية سليمة. بس كانت دايما عندي إشكالية إن هي بتمركز الإنسان حوالين نفسه قوي، ما فيهاش الجانب الإيماني، فيها مغالطات أحيانا ومش مبنية على منهجية قوية. ففي النهاية جات الفكرة إن أنا عايزة أصمم البرنامج ده اللي هو بيستفيد من العلوم الإنسانية، الأشياء أو النظريات اللي هي فعلا يمكن الاعتماد عليها ولا تتعارض مع الإيمان، لكن أكيد لازم ندخل العنصر الإيماني أيضا فيها. إذن مشروع سلام بمنهجيته وفلسفته قائم على التشبيك بين ما هو جانب إيماني وأيضا الجانب المهاراتي وأيضا المتعلق بالتفاصيل، كيفية تقل مواهب ومهارات الشخص من الناحية الفعلية، يعني طبعا حتى يقدر يندمج بسوق العمل وهو مكتمل من النواحي، يعني أخذين إنسان مكتمل من الجوانب اللي بالفعل هي الأمور العملية وأيضا الأمور الذاتية النفسية. طيب أستاذة ياسمين، المزج بين ما هو علم إنساني بحت وبين العلوم الإيمانية أو الإيمان بأسمى آياته،
كيف يتم هذا العمل في مشروع سلام؟ هي الحقيقة سؤال مهم جدا، لأن دايما الناس متخيلة أن في تعارض ما بين العلم وبين الدين، وخصوصا أن احنا بين فريقين. فريق يقول أن أنا مؤمن بالعلم وما يثبته العلم فقط ومش عايز أي غيبيات، وفريق آخر يقول لا، إحنا عندنا في الدين كل شيء ومش محتاجين العلوم وبينصف أحيانا حتى يعني بينصف الجانب العلوم الإنسانية يعني تمام صحيح. فيه هدول الفرق بالفعل صحيح. فتيجي مثلا تتكلمي عن نظرية معينة لعالم معين أو باحث معين، فيقول لك لا، إحنا عندنا الحديث الفلاني والآية الفلانية. وطبعا رائع، أنا متأكدة أن الإيمان والدين والله سبحانه وتعالى بعت لنا كل شيء نحتاجه لوجودنا الوجداني والمادي. تمام. لكن الفكرة في إيه؟ الفكرة في إن لو تعاملنا مع العلوم الإنسانية زي العلوم التجريبية، من ناحية إن العالم في العلم التجريبي اللي اكتشف الجاذبية هو لم يخترع الجاذبية، هو قدر يوصف حاجة الله سبحانه وتعالى خلقها بالضبط. وكذلك الكيمياء والأحياء وغيرها، هم بيوصفوا يعني شغلهم إن هم يفسروا الظواهر المادية اللي قدامنا. نعم صحيح. العالم النفسي أو المختص أو الباحث شغلته نفس الحكاية، هو يدرس هذه النفس الإنسانية الله سبحانه وتعالى خلقها. ففي النهاية أي شيء يتوصله هو ما اخترعوش، وهو لم طبعا إذا توصل النتائج الصحيحة، وهي دي الإشكالية إن دايما لازم نربطها بالدين عشان نتأكد إن هي دي الشيء الصحيح. نعم. فهو في النهاية ده قمة التثبيت للإيمان، إن أنا النفس الإنسانية دي حد بيديني نظارة إن أنا أقدر أبص عليها بشكل جيد، زي ما قدرنا نبص للكون كمادة بشكل أعمق ونقدر نستخلص منه أشياء أكتر. نعم. فأنا مش شايفة تعارض أبدا، بالعكس يعني الدمج ده المفروض يكون موجود، والاستفادة من العلوم الإنسانية فيما لا يتعارض مع الدين فكرة أنا شايفها بديهية جدا. رائع. طيب أستاذة ياسمين، بالفعل هلأ مثلا إذا بدنا ناخد وجهات نظر ممكن أشخاص هلأ عم يسمعونا ويطرح ببالهم هذا السؤال، نحن عم نقول علوم إنسانية، العلوم الإنسانية إحنا بنعرف إنه في عنا شخصيات دائما وأفكار دائما مختلفة، ممكن هاي الأطباع لا تنطبق على أطباع شخص ثاني، وبالتالي لا يمكن تعميم مثل ما بيتم التعميم بالعلوم التجريبية أو العلوم المادية إذا فينا نحكي. كيف فينا نوصل لهي المعادلة بأنه نحن نقدر نعمم النتائج المتعلقة بالعلوم الإنسانية ودمجها في مشروع بالفعل يكون عنده قوام ثابت، يعني أسس ثابتة مثل أي علوم أخرى؟ تمام. طبعا هو علشان كده اللي بيبحث في العلوم الإنسانية أو بيدرسها لازم يكون عنده مرجعية معينة، وهي جميل. دي هو ده المهم. أنا لو دخلت على العلوم عموما من غير المرجعية الإيمانية هتخبط جدا، لأن العلوم دي على طول بتطور نفسها على حسب السقف المعرفي وعلى حسب أدوات البحث ومنهجيات البحث وغيرها. فعندك مثلا حتى في الحاجات اللي هي العضوية اللي هي ليها علاقة بالنفس، يعني مثلا المخ والأعصاب، في دكتورة ليها في جامعة في كندا، جامعة بريتش كولومبيا، هي اسمها الدكتورة لارا بويد، هي متخصصة في المخ والأعصاب، وبتقول إن افتتحت أحد أهم الحديث بتاعتها على منصة تاد، بأن هي بتقول إن كل اللي كنا اعتقدنا إن احنا نعرفه عن المخ اتضح ان هو يا اما غير صحيح يا اما غير دقيق. خطير هذا الكلام. طبعا تصريح خطير جدا، بس ده طبيعي للعلوم ولازم نفهم ده، وده جمال العلم ان العلم متحرك تطور. مع وبيبحث، مش بيجي يمسك فكره ويؤمن بيها وخلاص لا تنتهي او غير قابله للتحليل. بالظبط، غير قابله للتحليل او للتغيير او نعم. غيره. فبتدي مثال على ده، ان احنا كنا نعتقد مثلا زمان ان المخ لا يتغير كشكله كهيكله بعد سن معين، لكن بعد اكتشاف الآلات زي الفانكشنينج ام ار اي اللي هي الاشعه الرنين المغناطيسي والوظيفيه اللي هي بتخليك تشوفي المخ، تربطي الدماغ وتشوفي المخ وهو بيشتغل قبل حدث وبعد حدث، لقيوا ان المخ في اللي هي بيسمى المرونه العصبيه نيوروبلاستيسيتي، اللي هي بتقول لك ان انت دلوقتي وانت قاعده معايا مخك بعد ما تقعدي معايا بشكله بيختلف، والكيميكلز اللي فيه بتختلف. سبحان الله، ما اعظم الكلام. ومرن جدا، وده اللي بيخلينا نتعلم. نعم.
نعم. التعلم أو فقد التعلم دي كلها مرونة عصبية. فلازم إحنا وإحنا بندرس العلوم لازم يبقى عندنا أولا الفكرة دي والفهم ده إن إحنا عندنا التواضع إن إحنا نتعامل معاه كنظريات وافتراضات بتحاول تفسر الظواهر. جميل. وعلشان كده المرجعية مهمة. فدلوقتي أنا لما بعتمد على علم النفس الإيجابي مثلا أو مجال دراسة الذكاء العاطفي تمام. أنا باخد منها اللي هي الحد الآمن اللي هو شكله منطقي بالنسبة منطقي ولا يتعارض مع الدين بالعكس في حاجات تدعوه أسس فينا نحكي يعني هنا الأسس أسس يعني مثلا في نظريات تفسر المشاعر الإنسانية نعم. وتقولك مثلا أن كل شعور بتقف وراءه قناعة وفكرة فأنت لو عايزة تديري مثلا في طفل غاضب أو بيضرب أو بيكسر بدل ما تتكلمي على مستوى السلوك ما تكسرش ما تضربش لا افهمي أن ده جاي من شعور اللي هو شعور الغضب فالغضب ده طيب جاي منين جاي من قناعة قد تكون قناعة القناعة دي لشعور الغضب الثابت أو المعروف نعم. اللي هي قناعة انتهاك حق من حقوقي فأشعر بالغضب فدلوقتي كل شعور كل سلوك عدواني يظهر فيه الغضب بفسره على أنه هو غضب نعم. وأبدأ أشوف إيه القناعات اللي أدت لي فأقدر أتفاوض على القناعات وبالتالي شعور الغضب يهدأ أو يتم التعامل معه وإدارته والسلوك يختلف من غير ما أقعد أكلمه بس على السلوك أو توبيخ نعم بالضبط إحنا ما نبقاش فاهمين فأنا عاقبه زي ما أنت عايز أو حاول حتى تكافئه زي ما أنت عايز طالما عنده شعور غضب لقناعة معينة لازم تتعامل مع القناعة دي والقناعة دي تتصلح قبل ما شعوره يختلف وبالتالي سلوكه يختلف فأشياء زي دي أنا شايف أن هي الحد الآمن اللي أنا بقدر أتعامل معاه وفي أشياء تانية أنا ما اقتنعتش بيها أو حسيت أن هي لا لسه هتتطور أكتر مع الدراسات والأبحاث وفي حاجات بلاقي اختلاف حتى في الوسط البحثي نفسه تماما من الباحثين بالضبط من الباحثين فببقى عارفة أن أنا لا مش هي دي اللي هقدر أخذ مرجعيتي منها وهكذا لكن في النهاية مدام في المرجعية الدينية اللي هي السقف بقى عندي بقدر إن شاء الله أختار الحاجات المنهجيات المناسبة جميل جدا هلا نحن صار في عنا رؤية واضحة عن كيفية حتى يعني كيف فينا التفاصيل اللي لها علاقة بإدارة نفوسنا بحيث أنه نحن نقدر نساعد الآخرين بنفس الوقت يعني هدول المعايير اللي كنت عم تحكيهم فيما يتعلق بالقناعات والسلوك طيب هلأ إذا بدنا نرجع لمشروع سلام كتار من الأشخاص اللي عم يسمعونا وحابين يلتحقوا ببرامج اللي بيوفرها مشروع سلام نذكر أهم هذه البرامج الموفرة لدى مشروع سلام وكيف يمكن للأشخاص التقديم على هذه المشاريع وهذه الدورات والالتحاق فيها طيب جميل جدا وإحنا بنرحب بأي حد حابب يستفيد من المحتوى أو يتعاون معنا في مجال إنتاجه هو لمحتوى خاص به لأن سلام مطلوب منه في النهاية أن هو يكون زي قاموس أو مرجع أو مادة بيعتمد عليها أي حد بيعد محتوى تربوي أو إعلامي أو تعليمي أو جميل فإحنا الحمد لله هو مشروع غير ربحي وفي 80% تقريبا من المحتوى ممكن الناس تستفيد منه ان احنا يعني ممكن حتى نديلكم الموقع ان شاء الله سلام 4 رقم 4all.com لو دخلوا على الموقع هيلاقوا اولا في مجموعه كبيره من المدونات جميل. في قص دي فيها فلسفه كتير للمشروع او للصحه النفسيه هيلاقوا قسم للأسماء الحسنى اللي هي احنا بنعتمد عليها في استخلاص القيم والمهارات والسلوكيات الخاصة ببناء مهارة الذكاء العاطفي وتحسين نمط حياة كل فرد ففي قسم كامل ممكن يدرسوا على الموقع مجانا جميل. الموقع في الفوتر تحت هيلاقوا روابط لصفحة الفيسبوك وقناة اليوتيوب عليهم برضو محتوى كبير جدا في الفيسبوك مرتب بهاشتاجز ممكن يدرسوا منها مهارات معينة وعلى قناة اليوتيوب أيضا في محاضرات مسجلة كتير وعلى صفحة الفيسبوك برضو كان في أكتر من لايف مسجل وفي برامج تلفزيونية في برنامج للدكتور طارق سويدان اسمه نور وكافينا موجود على اليوتيوب فممكن برضو يتفرجوا عليهم مبني على منهجية سلام فدي الحاجات اللي ممكن يستفيدوا منها بشكل كامل بشكل مجاني في طبعا بقى الكتب الخاصة بالمشروع ودي مع دار الإبداع الفكري للنشر فدي لها تكلفة ولكن في الكتب الورقية وفي الكتب الإلكترونية إذا قاموا بتحميل التطبيق من الموقع برضو هيلاقوا هم 11 كتاب في واحد منهم برضو مفتوح مجانا فممكن يقرؤوا الكتب عم تكون حول أي محتوى هي الكتب هي الفلسفة بتاعة المشروع اللي هي العجينة
اللي بيطلع بقى منها برنامج تدريبي ويطلع منها برنامج تلفزيوني ويطلع منها قصص اطفال وغيره. ولو ان طبعا احنا اضفنا كتير للمحتوى ده، ففي كتاب جديد هيظهر قريبا ان شاء جميل. الله احنا اول مره نقول الكلام هي حصريا الخبر صحيح وفي دوره كمان جديده ان شاء الله تصدر قريبا، ففي حاجات الكترونيه ممكن يستفيدوا منها، واذا تابعوا معنا صفحه سلام هنقدروا يعرفوا عن الدورات الحضوريه وازاي يسجلوا فيها ان شاء الله. ممتاز ما شاء الله جميل للغايه. طيب استاذه ياسمين، كونه احنا تحدثنا في البدايه عن برنامج عالمي، لو نتعمق اكثر في هذا البرنامج ونتحدث عنه، انا بصراحه بشاهد العديد من المنشورات اللي حضرتك بتنزليها وبستمتع احيانا بالقصص اللي بتكون مرويه في هذا البرنامج، لانه هي كانه بتسلط الضوء على قصص نجاح لاشخاص او حتى مواضيع خاصه يعني انسانيه، نتحدث عن هذا البرنامج اكثر. جميل، هو برنامج عالمي بمنتهى البساطه زي ما وضحت، هو العالم الداخلي والعالم الخارجي، ان انا اكون ازاي في النهاية بعد ما امر بالخمسين ساعة التدريبية لهذا البرنامج اطلع فعلا عندي تصور عن اللي هو شعارنا افضل نسخة من نفسي ممكن يكون شكلها ايه. جميل. احنا كتير لما بنقدم نفسنا، لما باجي مثلا لو قابلتك لاول مرة او قابلت شخص لاول مرة، لما بنقول له عرف نفسك، في الغالب بيقول لي الحاجات اللي بيعملها، ما بيحكيليش عن نفسه هو مين، فيقول لي انا درست في كذا، انا من بلد كذا، انا بتكلم كذا لغة، العموميات اللي هي الاشياء اللي انا بعملها. طيب انت مين في غياب كل ده؟ انت مين لو سبت بلدك اللي انت بتقول انا جنسيتي كذا؟ انت مين لو فقدت شغلك لاي سبب زي ما حصل مع ناس كتيرة في الكورونا؟ انت مين لو ابتعدت عن احبابك اللي انت لان هويتك مرتبطة بيهم؟ في النهاية اللي هيتبقى لو شلنا كل العوامل الخارجية دي هي الشخص نفسه، اللي هي انا قيمي ايه، انا قناعاتي ايه. انا لما اجي اوصف شخص لو حبيت اوصفه هوصفه ازاي؟ ان هو بقى انسان خلوق، ان هو كريم، ان هو تحليلي، ان هو اللي هي صفاتك انت كبني ادم ايه. فكتير مننا ما بيبنيش ده، هو بيبقى ماشي في الحياة سلسلة من ردود الفعل، فمش بيبني نفسه عمال بس ومش فاهم الدنيا ومش فاهم أهدافه ومش محددها، حتى ما عنده يعني أنه مثلا أدنى معرفة بأنه لازم هو عن جد يعرف حاله مين. يعني طبعا. دائما أخذته مثل ما قلتي، أخذته الحياة باتجاه أنه الماديات الشغلات العامة، إذا فينا نحكي العملية أكثر، واللي هي أنت بتجري طول حياتك عشان تحققيها. أنت طبعا. أول ما تتولدي المجتمع بيسلمك قائمة أهدافك، يلا ادخلي المدرسة، يلا خلصي ابتدائي، المتوسط، أيوة، الثانوي، يلا الجامعه، يلا الشغل، لازم تترقى، لازم تبقى في وظيفه مرموقه، لازم تعمل فلوس، لازم تجيب بيت، لازم تشتري مش عارف ايه، لازم. فانت فالناس يعني احنا بنوصل، انا دايما لما بتعامل مع اليافعين تحديدا بقول لهم بصوا انا جايه لكم من المستقبل وهقول لكم شكل الناس اللي في سني وفي اكبر مني واصغر مني حلو شويه الفكرة. ممكن حياتهم يبقى شكلها ايه، انت قاعد زي اللي هو عارفه الفار اللي هو بيلف في صحيح بالعجله العجله تمام، فان انت عمال بس تطارد حاجات انت مش انت اللي حددتها. يعني حتى صحيح. اختيار انت ما شاء الله بتتكلمي في الاختيار المجال التخصص والجامعه والكلام ده، بس كتير هم اصلا ماشيين على حسب انا مجموعي كان كام، مش هو عايز ايه فعلا. او اهلي عايزين مني ايه، او توقعات والدي ايه، او ان عايز اهلي يبقوا فخورين بيا، طب انت عايز ايه في الاخر؟ تماما. فبنبدا بقى معاهم خطوه خطوه من فهم كل حاجه من بدايه انت الهويه دي. نبدا نشوف انت، نبني منظومه القناعات والقيم بتاعتك اللي على اساسها تقدر تدير مشاعرك وافكارك، فنتكلم عن فهم واداره المشاعر اللي على اساسها بعد كده بعد ما تعرف او تبني انت مين تبدا تقول طب انا عايز ايه، الواي، لماذا، فانا ايه اهدافي في الحياه وازاي ارتبها او احددها بطريقه تتوافق مع الصحه النفسيه، مش تدمر الصحه النفسيه زي ما احنا كلنا عمالين نجري ورا اشياء لم نختارها اصلا. فكل ده ومن خلال تعلم مهارات او اكتساب مهارات الذكاء العاطفي، هي دي اللي هتحول لي الفكره الايمان بقناعه وقيمه الى سلوك في النهايه. لان ايه فايده مثلا ان انا اكون مؤمنه بالحق والعدل وانا ما عنديش مهارات الجرأه والتاثير والشجاعه اللي هي المهارات الذكاء العاطفي؟ هذا التشبيك بين مهارات اللي بقدر تكون عندي وبين عشان المبادئ العامه. الايمان ده في الاخر ان احنا كل الفلسفه مبنيه على اسماء الله الحسنى، ف أنا لو مؤمنة بكل هذه القيم من أسماء الله الحسنى وده إيمان تمام، إزاي يتحول لسلوك وخلق وعمل صالح في النهاية اللي هو الرب ده بيجي بقى من خلال المهارات دي، وإلا هنكون زي ما احنا حاصل دلوقتي، احنا بس عمالين نتكلم على قيم جميلة لكن في الآخر الواقع شيء تاني، ويجي الناس تقولك لو هو الإسلام رائع كده ليه المسلمين
مش متقدمين بآخر الدنيا. نعم. وعندهم مشاكل وأزمات. صحيح. ليه؟ ما احنا علشان هي كلها أفكار فقط وقيم بنؤمن بيها ولا نفعلها. فإحنا بنسعى لتفعيل كل بني آدم إن هو فعلا يصبح يصنع أفضل نسخة من نفسه ويتصالح في العالم الداخلي وبالتالي برضو يتصالح في العالم الخارجي ويطبق كل ده بقى في علاقته بالآخرين وتعامله. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بمشروع السلام بالفعل يعني خلانا نشعر بالسلام ونحن قاعدين معك بهالعشر دقائق. بالفعل ما شاء الله. الله يعطيك ألف عافية أستاذة ياسمين. بالختام أنا حابة بس أسأل سؤال. بوضع وباء كورونا اللهم السلام للجميع والعافية والصحة. نعم. للجميع. في أي مشاكل عقبات باستمرارية مشروعكم أو حتى أنه مثلا ممكن كان في عندكم فكرة لتوسيعه أكبر ومثلا عمل فروع ومكاتب ربما ولا هلا ضمن النطاق اللي لساتكم مستمرين عليه؟ هو الحقيقة كورونا كانت فرصة ومشكلة في نفس الوقت. الفرصة في أن أنا قدرت يعني هو كانت الخطة كان في خطة للانتشار. نعم. عقد شراكات مع مؤسسات لأن احنا عايزين مشروع يبقى فعلا أنا مش عايز أكون أنا على طول هو ياسمين يوسف هي المسؤولة عن سلام. لا أنا عايز أن يكون في سفراء في كل الدول. رائع. مؤسسات هي اللي تتبنى المشروع ويبقى في مدربين داخل هذه المؤسسات. فالحقيقة كان في خطة طموحة أن يكون في شراكات مع مؤسسات تربوية وتعليمية ووقفية وغيره نقدر نعمل دورات حضورية أكتر وهكذا. فطبعا مع الكورونا تبخر هذا التخطيط وده شيء ما فيهوش مشكلة لأن احنا قدرنا نعمل دورات إلكترونية. أيوة. فنقدر نوصل لناس أكتر. حلو. في بلاد أكتر وعملنا دورات بالعربي وبالإنجليزي. نعم. لكن في النهاية طبعا أكيد في تحدي ومش هو ده مش ده طموحي للمشروع أبدا. يعني أنا طموحي فعلا لسلام إن هو كل الناس تتبناه مؤسسات ومراكز تدريبية ومدربين الفردي والمجتمعي بالضبط وان هو يكون الناس فعلا لو عرفته كويس وخصوصا المحتوى الجديد اللي ان شاء الله هيصدر قريبا منهجية القيم وكده اي بني ادم اي واحد مدرب مدرس داعية حتى يستفيد منه ممكن ياخد من المنهجية دي ويبني هو كمان اكتر بكتير. رائع. فالخطة كبيرة ان شاء الله ونتمنى الناس كلها تدعم الفكرة بإذن الله تعالى. اكيد انا ان شاء الله شايفة مشروع سلام منتشر بكل اسقاع الارض وان شاء الله رح يصير هذا الكلام بإذن الله تعالى. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذة ياسمين يوسف مؤسسة ومطورة المحتوى لمشروع سلام وأكيد مديرة المحتوى وأيضا باحثة ومدربة. شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات ومنتمنى مثل ما قلت الانتشار الأكبر لمشروع سلام لأنه بالفعل شعرنا بالسلام في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا لجمهوركم. ألف شكرا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك متابعينا. هي كانت فقرتنا المميزة بالفعل مع الأستاذة ياسمين يوسف و مشروع سلام المميز. نتمنى له مزيد من التوفيق والانتشار بإذن الله تعالى. أما هلأ صار الوقت لنطلع لفاصل إعلاني قصير وبنرجع بعده لنتابع بفقراتنا. خليكم معنا. طلعت شمس الضوي يا أهلا وسهلا فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى نبدا اليوم امل جديد همتنا بتعلى نمشي الدرب ايد بايد مستقبل احلى مستقبل احلى. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية.
تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمنقيش والفطاير، تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب لكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. يسعد اوقاتكم عن جديد متابعينا بفقرتنا الاخيره من صباحك مسك. رجعنا لكم اكيد. رح نحكي اليوم مع شاب موهوب صراحه، وبلوحاته ورسوماته اللي بتشوفها بخيل لك انك انت عم تشوف صاحب العلاقه اللي راسمه، من كتر ما في موهبه رائعه بتجسيد ورسم هذه الشخصيات. بشكل عام رح نحكي مع الاستاذ سعد العاشق، وهو لاجئ سوري في ألمانيا موهوب بفن الرسم. ما بعرف إذا صار معنا جاهز الأستاذ سعد. يسعد لي أوقاتك أستاذ سعد. صباح الخير ست هلا لك ولكل المشاهدين. وصباحك يا رب. الله يعطيك ألف عافية أستاذ سعد. نحن متحمسين لنتعرف على هالموهبة الجميلة اللي بيمتلكها الشاب السوري سعد وهو مقيم بألمانيا. نتعرف من خلالك من هو سعد العاشق، وما هو متى بدأت موهبته بالرسم؟ أنا اسمي سعد العاشق، من مواليد تل أبيض المدينة الحدودية على تركيا. طبعا بدأت الموهبة من الصغر، يعني
من الطفوله بس يعني بلورت وبلشت تماما صف البكالوريا. طبعا صادفت واحد من الشباب استاذ عبد الدايم الحميده، كان فنان كمان شاب يعني بمقتبل العمر. نعم. شجعني لهذا الشيء وبلشت الموهبه تتطور. نعم تتطور اكثر. وشوي شوي تطورت يعني. نعم. طيب استاذ سعد، اذا بدنا نحكي بقى نوضح للمستمعين والمشاهدين اللي عم يسمعونا لبين ما نحاول تطلع احد اللوحات ونصير نشوفه انطباعا على الشاشه، الفن اللي حضرتك موهوب فيه نشرح اكثر عن هذا الفن. هو انا حسب ما بشوف دائما بشوف شخصيات اللي عم يتم رسمها، يعني وجوه اشكال قريبه جدا من الواقع. نعرف اكثر مثل هلا حاليا ما عم نشوف مباشره على الشاشه. عم تسمعني استاذ سعد؟ نوع الرسم اللي اشتغلته هو البورتري، رسم الشخصيات، الرسم الواقعي. طبعا بدات بالاول، بداياتي كانت بالقلم الناشف الجاف يعني. نعم. بصعوبته يعني. بعدين كاي رسام، هاي الفنانه يارا صبري عم نشوف يعني بالفعل كانها حقيقيه. جميل. تفضل. نعم. بعدين صرت اشتغل بالرصاص. الرصاص يعني كبدايه اي فنان بده يبدا بالرسم وعنده شغف الرسم بده يبدا بالرصاص، لانه الرصاص يعني تقريبا هو الخام الاساس للرسم. فيعني الواحد يتعلم من خلالها يعني كيف يتحكم بايده، كيف يعني بيعطي المساحه، يتحكم بالمساحه بين الظل والنور يعني. نعم. وهي التدريجات. طبعا بعدها فترة طويلة يعني اشتغلت شوي زيتي، بعدها وقفت. طبعا ظروف شوي اقتصادية وظروف البلد تعرفي انت يعني البدايات. صحيح. نعم. تشجيع ما شاء الله ما في يعني بالبلد. فبعد ما طلعت على ألمانيا شوي هيك صار عندي وقت ركز اكثر على الرسم، صار في عندي تواصل مع فنانين ممكن تسميهم عالميين يعني. نعم. صرت اخذ نصائح، صرت اشوف فيديوهات واتعلم يعني من الفنانين العالميين، من الاخوه، من الفنانين المصريين، من بعض الفنانين السوريين باخذ نصائح. وصلت لهي المرحله وطبعا مكمل يعني. ما شاء الله، اكيد باذن الله تعالى، اكيد بتمنى لك مزيد من التوفيق باذن الله. لكن استاذ سعد يعني اكيد ما شاء الله نحن وعم نشوف الرسومات عم نلاحظ انه هن مثل ما قلت شخصيات، مثل ما قلت وجوه حقيقيه اقرب ما يكون للواقع. الحاله النفسيه التي ترافقك وانت عم ترسم هي اللوحات، ربما تكون حزن، ربما تكون فرح، هل هناك انعكاس لشيء معين اثناء قيامك بعمليه الرسم؟ طبعا طبعا شيء اكيد يعني الحاله النفسيه تلعب دور كبير ب ب ب بالعمل الفني. لكن دائما يعني مهما كانت حالتنا النفسيه تعبانه، وتعرفي ظروفنا كسوريين يعني سواء بالخارج او بالداخل او فدائما نحاول نهرب يعني من الواقع، نهرب من الواقع المتردي. جميل. نهرب من يعني بحاول اخلق لنفسي جو او 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 متنفس ربما، واقع خاص فيني يعني. نعم. وقت الرسم فبطلع من كل ضغوطات الحياه، بطلع من مشاكل الشغل، من مشاكل اللي بتعرفيها انت كمواطن سوري، المشاكل اللي عم يعانيها، فبلجا لمرسمي يعني. فانا بعتبر مرسمي هو ملجئي الاول والاخير يعني، عدا اني انا برا بالمانيا انا لاجئ في مرسم. نعم نعم. التوصيف مؤثر صراحة ومعبر بنفس الوقت. أستاذ سعد أنا حابة أستفيد من ونستثمر هذا الوقت ونحن سوا، بدي أعرف أنت مرقت على عبارات كتير مهمة، وهي أنه نحن كلاجئين موجودين بدولة دول الاغتراب أو اللجوء، كيفية دعم هذا اللاجئ لموهبته اللي أصلا موجودة فيها، الموجودة عنده، ممكن عم ينميها، ممكن يكون نسيها. انت وين بتعتبر حالك من هدول الاشخاص؟ هلا حسب ما عم تذكر لنا انه بالفعل انت حاولت اثناء وجودك بالمانيا تنمي هذا الموضوع،
كيف يؤثر هذا الوضع على الشخص الموهوب بحد ذاته وكونه هو لاجئ في دول اللجوء؟ لا يعني اللجوء فيك تعتبريه بالنسبة للفنان سلاح ذو حدين. بداية يعني سلبا بيأثر علينا إنه ما في تنظيم لهذا الموضوع، ما في يعني بتلاقي هلا مثلا أنا بعرف بألمانيا كذا فنان، ما في يعني إطار يجمعنا، أي ما في يعني عمل نقابي منظم أو تجمع يعني تقريبا، ايه فيك تسميها نقابه، فيك تسميها رابطه، فيك كيف ما بتسميها. هذا الموضوع تنظيميا. لكن من الناحيه الايجابيه انه انت طلعتي برا يعني سوريا، برا سوريا يعني الوضع غير صراحه يعني. نعم سواء بتركيا او باوروبا او باي دوله ثانيه، يعني في تشجيع، يعني في دعم للفن، في ناس تهتم للفن. وعدا هالشيء يعني لا تنسي انه في انترنت. نعم. هي كمان يعني هي نعمه العصر يعني. من ابسط المستلزمات مثل ما بيقولوا. تماما، هي يعني الواحد ما ضل له حجه بوجود. نعم. اي انسان عنده ابداع، عنده يعني صار في فيس، في يوتيوب، في انستغرام، فيك تنشر اي شيء، فما ما ما لك اي حجه. عدا هالشيء يعني بأغلب دول اللجوء ويعني تقريبا الوضع الاقتصادي أفضل يعني بمراحل الوضع في الداخل السوري. نعم صحيح. فنوعا ما في شوية يعني راحة مادية، اقتصادي الاستقرار اقتصادي. نعم استقرار الاقتصادي أو إيجاد فرصة عمل بتريح الإنسان من بعض الهموم، فيلجأ يعني ممكن إنه يطور مواهبه. وأنت يمكن شفتي أو عايشتي بعض هاي النماذج يعني. طبعا فالإنسان شوي يعني يتفرغ للشيء اللي بيحبه يعني. فمن هذا الباب يعني اشتغلت على حالي، جهزت مرسمي، جهزت أقلامي، جهزت ألواني وعم اشتغل. ما شاء الله حولك أستاذ سعد، إن شاء الله مزيد من التألق أكثر وأكثر بإذن الله تعالى، والانتشار للعالمية بإذن الله. طيب إذا بدنا نحكي أستاذ سعد ولو باختصار عن أنت بتقول دائما بتقول أنا لست رسام، أنا مجرد موهوب حاليا. بموهبتك هي اللي أنت حاليا فيها واللي أنا بشوف فيها الإبداع الكثير، هل شاركت بمعارض بفعاليات خاصة على المستويات المحلية أو سواء كان موجودة بألمانيا أو حتى كان وقت كنت بسوريا؟ إيه لما كنت بسوريا شاركت بتذكر معرضين. شاركت معرض بكلية بجامعة تشرين باللاذقية حيث كنت أدرس يعني. كانت يعني مشاركة عبارة عن كذا لوحة من أعمال الأقلام الرصاص، الكلام طبعا من شيء 15 سنة يعني. نعم. بعدها فترة شاركت بمعرض كان في المركز الثقافي في تل أبيض. شاركت بعمل يمكن أو عملين بتذكر. بعد ما أجينا هون على ألمانيا طبعا بتركيا كمان يعني شاركت بمعرض مدرسي في كركوني. نعم. هي فعالية كاملة كانت، من ضمنها كان في معرض فني، فشاركت أنا وكذا طالب كانوا عندي. جميل. فكانت مشاركة يعني ماشي حالها. هون بألمانيا كمان يعني عم اسعى اشتغل شيء يعني خاص فيني، معرض خاص فيني، عم جمع لوحات، عم بشتغل. برافو جميل. اول ما اجيت على ألمانيا شاركت كمان مشاركه خجوله بلوحه واحده كانت اسمها الام السوريه. عباره عن لوحه لختيارة سورية. مرقت معنا بالضبط الصور. نعم. ف هذا صار، هاي كانت مشاركاتي. نعم يعني المشكلة انه طول مسيرتي يعني على مدار يمكن 21 سنة كان الرسم عندي متقطع بداية، حاليا يعني شوي وضع مستقر من اكثر من سنة يعني ملزم حالي على الرسم يعني بشكل تقريبا شبه يومي، اذا ما كان بشكل يومي بشكل اسبوعي حسب الظروف يعني.
جميل جميل. طيب استاذ سعد بالختام، ممكن امور انت حابب تطورها بذاتك؟ هلا عم تحكي انه عم تضغط على حالك لحتى تصير ترسم كل يوم عدد معين من الساعات، مستقبلا شو بيطمح الاستاذ سعد؟ مثل ما تفضلتي حضرتك، نعم طبعا بطمح للعالميه، هاي بدايه باذن الله ان شاء الله. ثانيا بحاول قدر الامكان انه لو في حدا حوالي محتاج مساعده بالرسم بعطيه، يعني ليش؟ لانه كنا نفتقر لهذا الشيء للاسف في سوريا، ما كان في مساعدات على زماننا، كان في كثير مواهب كثيره ماتت للاسف بسبب عدم الدعم، بسبب القبول المجحف يعني بكليات الفنون الجميله سواء بسوريا او فنون المسرحيه او نعم. او غيرها نعم. فما كان في دعم لا مادي لا في دعم معنوي، والقبولات كانت بالواسطات. نعم افهمك. الفنانين كانوا يعني محبطين تقريبا يعني ما في، يعني كنا نقول يعني رسام انت ليش عم ترسم؟ تماما ما فيها الدعم، ما بطعم خبز مثلا. صحيح. هاي الكلمه كثير كنا نسمعها. لا هون ممكن انت بهذا الزمان، لا الرسم او الفن بطعميك خبز وبيوصلك للعالميه وبيفتح لك افاق كثير كبيره. نعم نعم. فانا اللي بحاول وصله وبحاول اوصل له انه وصل للعالم هاي الفكره، للسوريين هاي الفكره، وكمان السوريين اللي برا يعني نحن لازم نكون اصحاب رساله. نعم. نعم صحيح. انه انت كسوري لازم تأرجي للعالم انك الانسان المثقف، الانسان الواعي، الانسان أكيد. المبدع، الانسان. السوريين ابدعوا بالخارج سواء بدراسات او بالدراسه او بالشغل او بالفن. يعني. نعم هذا هو الفكره بالضبط. نعم. استاذ سعد. نعم صحيح. تماما هذا هدفي اللي عم حاول اوصله. جميل ان شاء الله يا رب. انا ما فيني اسمي حالي رسام، كمان في هامات وفي قامات سوريه فنانه يعني موجوده في المهجر، فانا نعم صعب اسمي حالي فنان وبيكونوا هن كمان موجودين بالساحه ولسه انا يعني لسه مشواري طويل. نعم نعم انا فهمانه جدا وجهه نظرك استاذ وبقدرها اكيد، وهذا بيدل على انه ما شاء الله انت شخص عندك طموح كبير لحتى توصل وتنتشر وتطور لسه من قدراتك اكثر واكثر في موهبه الرسم وفن هذا الرسم الجميل والعميق. بدي اتشكرك بالختام الاستاذ سعد العاشق، لاجئ سوري في المانيا موهوب بفن الرسم، شكرا جزيلا لك على كل هالجمال بالصور واللوحات وايضا بالكلمات الجميله، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك استاذ سعد. متابعينا هي كانت ختام فقرتنا لليوم المتعلقة بمشوارنا الصباحي بخمسة نيسان، إن شاء الله يا رب نكون كنا خفاف ظل عليكم واستمتعتوا بهي الحلقة الجميلة. إن شاء الله لقائي رح يتجدد معكم بمسك أكيد بإذن الله تعالى، لكن هذا لقائي الأخير في صباحك مسك، بتشوفكم على خير بإذن الله تعالى، اتبوا بألف خير. كنت معكم أنا هلا الملاح، إلى اللقاء. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهاري تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سنية وجبن وخبز محمر.